هادي يا خويا كاينه 3 دراهم وكاينه 4 دراهم وكاينه 5 دراهم غالي يا خويا. النبته ديال الصبار ما بقاش يلاه ثاني بداو يزرعوا فيها ثاني من جديد، ما بقاش. كانت حتى واحد الحشره، حشره قرموزيه هي سبب باش انقرضات هاد الهنديه هادي، باش غلات هاد الغلا، طلعت هاد الطلعه صاروخيه. هاد الحشره خويا اش غنقول لك، المره الاولى ما عرفوش هاد الدواء كيفاش غادي يداو هاد الحشره، هي فاش ضربت المغرب كامل ما خلاش حتى شي حاجه، بقات شي حاجه قليله بزاف. المواطن يعني ما بيدو حتى شي حاجه، المواطن ما بيدو حتى شي حاجه، ولكن الغلا جا من الفوق. دابا بقات ديك الهنديه بقات شي حاجه قليله، دابا يلاه بداو كيزرعوا فيها باش غادي يوجدوا العوام اخرى ان شاء الله. ان شاء الله عوام اخرى غادي تكون اخويا ديك 2 دراهم 3 دراهم، وكاين واحد 3 سنين ان شاء الله غادي تدور الهنديه مزيان. قبل المهم الله يجعل البركه، واخا داك خرو شويه قليل ولكن الله يجعل البركه. دابا على حسب بلايص ولا حسب ثاني الجوده ديال السلعه ثاني، اذا كانت السلعه ثاني مزيانه يعني راه غادي يبيع بالثمن، كانت السلعه ناقصه شويه راه غايدير لها حتى هي ثمن. والناس هما مساكن الله يحسن، ولكن داك الشيء ولا يجي معادي، ماشي ولا داك الشيء يجي معادي. بحال شي ايامات كنا كنبيعوا بدرهم 10، دابا السيد كتقول لي 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم، يعني داك الشيء ولا عادي. داكشي جا من الفوق، خاصني دابا 600 درهم صندوق ما عندك كيفاش غادي دير. حتى الناس كلشي عارفين الثمن، الناس دابا كلشي كيسول التليفون كيقرب اي حاجه، دابا التليفون كيقرب اي حاجه كتقول لي الثمن، يعني كيعيط هذا يسول الاخر يسول عادي. زعما كاينه 600 درهم هي اللي كاينه دايره على كلشي.